سيدنا الإمام الجنيد جاءته امرأة شديدة الجمال ورفعت عن وجهها نقابها وقالت: يا جنيد، إن لي زوجا تزوج علي، أمن تملك هذا الجمال يجوز لزوجها أن يتزوج عليها؟ فخر الجنيد مغشيا عليه، فلما أفاق قيل له: ما الذي دهاك؟ قال: لما رفعت نقابها تذكرت يوم يرفع الحق عن نقاب الجلالة ويقول: ألي مثلي كان ينظر إلى غيره؟ الوجه غيري كان يقصد؟ فتذكرت يوم يعاتبني الله هذا العتاب، فلم يطق كياني أن يحتمل ذلك، فخررت مغشيا عليه. يقولون لي صفها، فأنت بوصفها عليم. أقول: نعم، أجل لي في وصفها علم. صفاء بلا ماء، ونور بلا نار، ولطف بلا هوى، وروح بلا جسم. فلو ذكرت في الحي، يقصد لا إله إلا الله، لأصبح أهله نشاوى، ولا عار عليهم ولا إثم. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأبعثت حرا على رؤوس العباد تفور. هذا الجنين بأمه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مزعور. هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب دهور. لا تصاحب إلا من هو بعيبك عليم. مين ينفع نصاحبه إلا أخذنا على عبنا؟ وليس إلا مولاك الكريم. اسم التواب من أسماء الله الذاتية. قال ليه؟ لأنه ما فيش حد بيتوب إلا ربنا، لأنه ربنا بس هو اللي واخدنا على ذنوبنا وقابلنا بعيوبنا. مش كده؟ من أجل ده سمى نفسه الستار، فيقول ابن عطاء الله بحكمة ثاقبة، كأنه أرى الحياة، أرى الوجود من كتاب تاني. الناس دي يا أخواننا كانوا أولياء، دول ممن عافاهم الله، دول ممن هديت، ممن عافيت، ممن توليت. ابن عطاء الله ده واحد منهم. يوم يقول ايه؟ لا تصاحب إلا من هو بعيبك عليم، وليس إلا مولاك الكريم. اللهم أنت الصاحب في السفر، خلاص ما اتخذتش حد غيرك، ما ينفعش أمشي مع حد إلا أنت. أنا مرتحل من الأكوان للمكون، الله عليك، ومن الوجود إلى الودود.